عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا، وفحوى لقائه ومحادثاته مع صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في كافة المجالات والميادين وبحث القضايا موضع الاهتمام المشترك. كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا الصديقة شيرلي أيوكور بوشوي، وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين. ثم أحط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لمجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدولة بوزارة الخارجية الهندية في كيسينغ، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل اهتمام المشترك. وشرح للمجلس كذلك نتائج المحادثات التي أجراها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش خلال زيارته للبلاد يوم الخميس الماضي، والتي استهدفت بحث آخر التطورات ذات الصلة بنشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى جانب التطورات المتصلة ببحث موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي. كما أحاط المجلس عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر فبراير 2018 في دولة الكويت. ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفحوى لقائه مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات، وقرر المجلس الموافقة على قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني. كما اطلع مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناء على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها وفقا للإجراءات القانونية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. ونظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات، فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة مقدمة من بعض الأعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد
أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجهات الأمنية المختصة، ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية وإحباطها لمخطط إرهابي لخلية موالية لما يسمى بتنظيم داعش استهدف أمن المملكة وزعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين، مؤكدا مساندة دولة الكويت للمملكة الشقيقة ودعم كل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها. وأدان مجلس الوزراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى برلمان إقليم بلوشستان جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مؤخرا، والذي أدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة وجرح العشرات من الضحايا، مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة وتركيز جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية. ثم أدان مجلس الوزراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في جمهورية العراق الشقيقة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة. بعد صدور البيان كانت هذه أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. منير القلاف لتلفزيون دولة الكويت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.